هلو everybody, ويلكم باك ان نيو ابيسود اوف يور بروجرام مدرسه على الهواء. اعزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي, اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء, ماده اللغه الانجليزيه. احنا طبعا في بدايه at the beginning of the second term, في بدايه الترم الثاني, واكيد ان شاء الله من متابعتنا وانتم كلكم اكسلنت ممتازين. اكيد النتائج احنا شايفينها في محافظه الجيزه ومحافظه القاهره وكل المحافظات اللي هي حوالي اكثر من 90%. اتمنى ان شاء الله باذن الله اللي هو الترم الثاني يكون مليء بالتفوق, وتكونوا ان شاء الله متابعتكم لينا ومذاكرتكم ومتابعه اولياء الامور والمدرسين, يكون الترم الثاني مليء بالتفوق. النهارده ان شاء الله احنا هنبتدي في بدايه الترم ذا سكول كونسرت. احنا عارفين اللي هو الترم الاول كان 5 يونتس اللي هم خمس يونتات. هنكمل اللي هو اليونتس بتاعتنا, وهنبتدي بيونت 6. بيونت 6 بعنوان ذا سكول كونسرت. يعني ايه ذا سكول كونسرت؟ الحفل الموسيقي في المدرسه. والحفل الموسيقي في المدرسه يعني من غير كلام من اكيد هيتكلم على الميوزك روم. الميوزك روم اللي هي حجره الموسيقى, والحجره الموسيقى او اللي هو الميوزك لاسون اللي هو درس الموسيقى, بيكون في ميوزيكال انسترومنتس اللي هي الادوات الموسيقيه. واكيد طبعا بناخد ازاي الفيربات اللي بتيجي مع الادوات الموسيقيه, والكاينز اول كاينز يعني كل انواع اللي هي الادوات الموسيقيه. وفي برضو طبعا اللي هو في concerning of our unit اللي هو بخصوص اللي هي اليونت بتاعتنا. في عندنا هناخد اللي هو الادفير بالحال, وهناخد ايه يعني ايه الحال, وهناخد برضو اللي هو بعض اللي هي الفور سيزونز اللي هو الفور سيزونز اللي هو فصول السنه الاربعه, وطبعا احنا بنمر بيهم, وهناخد الاختلاف وايه اللي بيجي حاله الويزر في اللي هي الفور سيزون. ليتس ستارت. اول حاجه عندي سبرينج. سبرينج يعني الربيع. احنا داخلين ان شاء الله على شهر 3 بعد الشهر فبراير ما يخلص. شهر مارس هيكون اللي هو السبرينج اللي هو عيد الربيع, عارفين اللي هو بيبتدي فيه المذرز داي. الربيع اللي هو فصل الربيع بيكون full of flowers, او اللي هي flowers طبعا grow up بتنمو في فصل الربيع. في fall يعني اللي هو الاوتم equal autumn, autumn اللي هو الخريف, وقلنا the leaves اللي هي بتسقط اللي هو fall of أو fall down. اوكي, in fall في الخريف the leaves fall down يعني بتسقط. اوكي, يبقى fall or autumn اللي هو الخريف. في عندي play لها معنيين. verb play ليه معنى اللي هو يلعب, احنا عارفين اللي هو بيجي مع كل الحاجه اللي هي concerning of sport, مش كل السبورتس يعني اللي هو بول زي فوتبول هاند بول وتنس وتابل تنس وانواع الكوره كلها. وليه معنى تاني اللي هو يعزف على اله موسيقيه. فور اكزامبل اقول لك اي بلاي ذا بيانو, اي بلاي ذا ترامبت, يعني يعزف على اله موسيقيه. وليه معنى تاني لو انا حطيت قبله ارتكل ا بلاي يعني مسرحيه. اوكي, يبقى ا بلاي. في عندي كلمة performance. كلمة perform لوحدها يعني يؤدي. لو for example قلت the actors اللي هم الممثلين perform a performance يعني ايه, بيعملوا بيؤدوا عرض او بيؤدوا اداء يعني. at a play او in a play في مسرحية, يعني كده احنا جمعنا الوردس كلها اللي احنا خدناها a play on a play, لو حطينا لها at تبقى مسرحية. perform يؤدي, performance يعني اداء. قلت the actors اللي هم الممثلين perform a performance at the play يعني at the play يعني في المسرحية. عندي حاجة تانية اللي اسمها chorus اللي هو الكورال. زي ما انتم شايفين a group of people repeat يعني بيكرروا the parts of song اللي هو اجزاء من الاغنية after the singer يعني بعد المطرب. بي chorus او group مع بعض, وبي ممكن يكونوا بيأدوا اداء مع بعض هم كلهم في اغنية واحدة, اسمه chorus من السي اتش. الاتش هنا silent عشان بعدها حرف متحرك. soloist يعني عازف منفرد. يعني ايه عازف منفرد؟ حد بيغني لوحده او بيعزف على حاجه لوحده اسمه soloist. soloist يعني for example انت بتعزف على مثلا جيتار, فانت لوحدك اللي بتعزف وبتأدي الاداء ده, تبقى you are a soloist. soloist يعني اداء منفرد. لو بتغني برضو لوحدك الاغنيه تبقى you are a soloist. okay. after that songs يعني اغاني. احنا عارفين ان كلمة sing يعني يغني, singing اللي هو الغناء او الطرب, singer اللي هو مطرب,
او مطربه للاثنين طبعا، وسانجز سانجز اللي هي الاغاني، نقول ذا سينجر سينجر سينجز ا سانج او سينجز فيموس سانجز، سانجز يعني بيغني اغاني مشهوره. اوركسترا، اوركسترا غير الكورس، الكورس هم بيكرروا، لكن الاوركسترا جروب اوف بيبل بلاي ميوزيكال انسترومنتس، يعني بيعزفوا على الات موسيقيه زي ما انتم شايفين البيكتشر موضحه، الصوره موضحه. اوركسترا يعني ناس ناس زي ما انتم شايفين جروب اوف بيبل، مجموعه من الناس بيعزفوا على اله موسيقيه. يعني ايه بلاي؟ على مش اله واحده، الات موسيقيه مختلفه. نقول بلاي بلاي ايه ميوزيكال انسترومنتس، يبقى زي ار اوركسترا، اوركسترا غير الكورس، الكورس اللي هم بيكرروا. كمان الناس بتختلف في الرسمة، ممكن يجيب لي الرسمة دي، يجيب لي الجيتار، الجيتار بيبقى على الاي اللي هو بيستخدم الايد طبعا، ويكون تحت شوية. انا بستخدمه الجيتار زي ما احنا عارفين، او بتشوف بعض الناس يكون الجيتار يكون اكبر شوية من الفايولين، من اللي هو الكمان. اوكي، وهو برضو آلة بتستخدم فيها هاندس اونلي، يعني هاندس اونلي اللي هو الايد لوحدها. كلمة بارتي، بارتي حفلة، بارتي بتختلف، ويدنج بارتي، بيرث داي بارتي، على حسب نوع الايه الحفله اللي انت هتعملها. يعني زي ما احنا شايفين زي ار زي ار ات بيرث داي بارتي، بيرث داي بارتي يعني حفله عيد ميلاد، ار بارتي اللي هي فان بارتي، فان بارتي اللي هي يعني حفل استمتاع او حفل انت وجروب. مثلا احنا في الهوليداي لسه مخلصتش في اجازه نص السنه، فانتوا ممكن تكون انت واصحابك كجروب فريندز بتبقوا مع بعض تعملوا فان بارتي، يعني فان بارتي اللي هي حفله استمتاع، كل واحد فيكم مثلا يكون سينجر او سولويس، كل اكيد في حد فيكم في كل جروب حد بيعرف يغني، او حد بيكون بيعرف يعزف على حاجه معينه، او حد بيكون بيعرف يكون دانسر جود دانسر، فده بتكون فان بارتي. فان بارتي يعني حفلة استمتاع، يبقى على حسب الاختلاف. لكن بيرث داي بارتي كلنا عارفين طبعا، في البيرث داي بارتي حفلة عيد الميلاد انتوا بتحتفلوا بيها في عيد ميلادكم الخاص. اوكي، وات ايلس عندي ايه؟ برايز، برايز يعني جايزة، الجايزة دي بتكون على حسب، مش شرط الكاب، مش شرط يكون كاس، ممكن تكون جايزة اي جايزة، فور اكزامبل يعني فور انكارجمنت بتكون للتشجيع، مش شرط يكون الكاس يكون اسمه برايز، لا ممكن تكون حد انت مثلا في الكلاس والتيتشر شايفك اللي انت اكسلنت او اكتف، فبيدي لك جيف يو برايز، برايز يعني جايزه، برايز نوت برايس، لان بالسي يعني سعر، لكن برايز اللي هي جايزه بيجي دايما معاها فيرب هاف او فيرب وين. اوكي، وين يعني يفوز، نقول مثلا اور ناشونال تيم اللي هو ناشونال تيم المنتخب بتاعنا وينز ذا برايز، وينز ذا برايز يعني فاز هنا معناها فاز بالكاس. كلمه هيت، هيت يعني يطرق او يغضب مثلا، هيت هيت لها معنى تاني يا ميس، بالنسبه اللي احنا بنستخدم الالات الموسيقيه، الالات الموسيقيه اللي بتستخدم اللي هو الضرب كده زي الدرامز، الدرامز ده انا بستخدم فيها الهيت، هيت ذا درامز، هيت ذا درامز يعني يطرق على الايه على الطبول. a lot of a lot of يعني كثير من، زي ما احنا شايفين اللي في cars a lot of cars يعني كتير من الايه من الكارز، بيجي وراها دايما countable او uncountable noun يعني معدود او غير معدود. a lot of a lot of يعني كثير، a lot of cars. اوكي، سباجيتي، سباجيتي يعني السباجيتي، مكرونه سباجيتي، اي لايك سباجيتي، وخدناها في الترم الاول. اي ام ان ذا ميت مود فور سباجيتي اند ميت بول، سباجيتي هما احنا قلنا الترمين يعني مرتبطين، ريليتد مرتبطين ببعض، سباجيتي يعني مكرونه او ا كايند اوف ماكروني، نوع من انواع المكرونه. في عندي فيرست افتر وسكند، فيرست يعني الاول، لو احنا شايفين اللي فيه لاين، اللي فيه لاين الطابور الصباح طبعا اللي هو الصبح بيكون فيه لاين، في حد بيكون واقف الاول، يبقى at first، at first يعني في البدايه، في واحد يكون at the second او at second في الثاني، يعني كلمه after يعني بعد، يبقى في واحد مثلا يكون جايب when the prize، when the prize، فهو الديجري بتاعته تكون first، first الاول، second الثاني. من فيرست، فيرست بتبقى مختلفه، لو انتوا شايفين مثلا في الديت، اما المستر بيكتب الديت بتاعنا بيكتب مثلا فيرست مارش او فيرست فبراير، في بدايه شهر او شهر مارس، يعني بما ان احنا داخلين على مارس، فهو هيكتب نمبر 1
وهيكتب جنبها اس تي. دايما لما يكتب الديت على البورد بيكتب نمبر 1 وجنبها اس تي، دي اختصار لكلمه فيرست، فيرست فيرست مارش فيرست ابريل اتسي. لكن لو انا في على سكند هيكتب نمبر 2 وعليها ان دي صغيره من فوق كده، ان دي يعني اختصار لسكند. وثيرد، ثيرد الثالث برضه في ار دي، لكن الباقي كله لا اختصار تي اتش. اوكي تي اتش اون فورث فورث فيفث اوكي، يبقى اخرها تي اتش. لكن فيرست اس تي اختصار بتاعها، وسكند ان دي، وثيرد الاختصار ابريفيشن بتاعها ار دي. لكن كلمه اثر بعد. شوف ايه تاني في جريد، جريد يعني الصف. نقول لك ويتش جريد ار يو، ايه الجريد اللي انت فيه؟ تقول له اي ام ان جريد 6، انا في جريد اي 6. كلمه المنتري، المنتري سكول يعني ايه المنتري سكول؟ ايه مدرسه؟ ايكوال برايمري، برايمري سكول يعني مدرسه ابتدائيه. طبعا من اول في اللي هو جريد 1 لغايه جريد 6 انت يو ار ان المنتري سكول، المنتري اور برايمري سكول يعني اللي هي المرحله الابتدائيه. هندخل بقى على conjugation او ندخل على التصاريف الفيربات. عندي زي ما احنا عارفين اتكلمنا اكتر من مره على الباست سيمبل، زمن الباست سيمبل ممتد معانا في الترم الثاني، وزمن الماضي البسيط احنا اتكلمنا عليه كتير، هنعمل لكم ريفرش. زمن الماضي البسيط بيعبر او express about an action عن حدث happened and finished in the past، يعني حصل وانتهى في الايه؟ في الماضي. بيكون بينقسم لافعال منتظمه وافعال غير منتظمه، regular و irregular. المنتظمه زي ما انتم شايفين زي perform، تبقى performed اخرها اي دي او دي او اي اي دي. هنا فيرب منتظم دايما تعرفوا هو منتظم، ده بيتحفظ يا اولاد، ما لهوش قاعده، احنا ده بنحفظ الفيربات. لكن دايما لو الفيرب فيه بعض الاديشن زي مثلا قلت لك فيرب اخره اي، فهو اخره اي اصلا، فانا مش هضيف له غير دي بس. يبقى لو الفيرب finished فانتهى، او finished with اي انتهى بالاي، فانا بضيف له دي بس، زي كلوز زي ليف، تبقى ليفد تبقى كلوزد. اوكي لكن الفيرب اخره واي، اخره واي وبريسيدد قبله حرف ساكن، بعمل ايه؟ بشيل الواي واحط اي اي دي، زي كراي، كراي يبكي سي ار واي، او كاري سي اي ار ار واي، بشيل الواي. الار دي حرف كونسونانت، يعني كونسونانت ساكن، فانا بشيل الواي واحط اي اي دي عشان احوله للباست. لكن لو فينش ويز واي وبريسيدد وقبله الفاولز، الفاول الحروف الفاول اللي احنا عارفينها اي 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 او يو، اللي هي الحروف اللي انت بتسمعها شقيه، انا بحط اي دي بس، زي بلاي بي ال اي واي، انا بحط الاي دي تبقى بلاي بلايد. اوكي زي ستاي ستايد، اوبي اوبيد، انا حطيت الاي دي. اوكي دي اسمها باختصار اللي هي الافعال المنتظمه اخرها دي اي دي اي اي دي. لكن الافعال الريجولار بتحفظ كما هي، زي جيف جيف جو وينت اتس. هناخد بعض الايه الفيربس، في بيرفورم تبقى بيرفورمد، ده فعل منتظم، وفي اللي علينا في اليون ده في فيرب جيف، جيف يعني يعطي، ده اسمها ايريجولار. يعني ايه ايريجولار؟ احنا شايفين كاتبين التايتل في الكولم فوق كده، التايتل اللي هي ايريجولار فيربس يعني افعال غير منتظمه. جيف جيف، جيف تبقى جيف. اوكي رايت روت، رايت يعني يكتب، تبقى روت، روت كتبه. سينج سانج، سينج يعني يغني، تتغير لسانج، يبقى جيف جيف رايت روت سينج سانج. perform it performed watch watched wash washed play played obey obeyed. هناخد فيربات كتير ان شاء الله. في عندي ايه كمان؟ ادخل بقى على حاجه اسمها adverb. ايه الادفيرب ده؟ يعني الحال. ايه الحال ده يا ميس؟ يعني ايه الحال؟ احنا بناخده في العربي زي الانجليش. احنا دلوقتي في الانجليش اكيد بتاخدوا حاجه في العربي اسمها الحال، احنا عندنا في الانجليش برضو اسمه adverb. في حاجه اسمها في الجمله، في حاجه اسمها noun اسم، والسبجكت الفاعل، وبعدها الفيرب والادجكتيف والصفه، وممكن الادفيرب. ايه الادفيرب ده يا ميس؟ الادفيرب اللي بيصف حال، لكن الصفه بتصف شخص او شيء. يعني فور اكزامبل اقول لك ات از ا جود، مثلا ات از ا جود بان، او ات از ا نايس بان، او ات از ا نايس كات، ديت اسمها صفه، انا جبت الصفه قبل الاسم. تمام. لكن الادفيرب اللي اخره ال واي ده بيصف الايه؟ الفعل. انا شايف حد بيغني كويس فعايز اقول هو بيغني كويس، اقولها ازاي؟ كلمه كويس او جيد ديت دي اسمها الحال، الحال اللي اسمه الادفيرب. الادفيرب ده بيصف الفعل، مش بيصف الشخص زي ولا زيك ولا الشيء اصلا، لا ده بيصف الفعل اللي انت بتعمله، الحاجه اللي انت بتعملها. تمام، يبقى اسمه ادفيرب. طب الادفيرب ده اعرفه ازاي؟ انا اعرفه ازاي ب اللي هو ب اللي هو اخره الواي.
دلوقتي احنا معانا فاصل قصير ونرجع لكم تاني. وقبل الفاصل احنا خدنا اللي هو اتكلمنا عن اللي هو الباست سيمبل وخدنا اختصار عنه، وكنا بنشرح اللي هو الادفيرب الحال. دلوقتي معانا فون. الو 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 الو، ايوه معاك الو معاك، ايوه raise your voice please، علي صوتك. حاضر. اوكي اهلا. هلو هلو، ازيك سعاد؟ سعاد من المنيا. اهلا بيك يا سعاد وكل اهالي المنيا. Do you have any questions؟ عندك اي اسئله؟ اوكي اسك. الماضي والمضارع مش فاهمه، عايز ممكن تشرحي تاني؟ اوكي، عايزه اللي هو الفرق بين البريزنت والباست، فرق بين المضارع والماضي. اوكي فولو اس، تابعينا يا سعاد وان شاء الله باذن الله نحاول نشرح لك ده في عجاله باذن الله. حاضر، ثانك يو، ميرسي قوي. دلوقتي سعاد كان عندها سؤال اللي هو عايزه تعرف واتس ذا ديفرنس بتوين ذا بريزنت اند ذا باست، يعني ايه الفرق بين المضارع والماضي. المضارع زي انت ما بتاخديه، زي ما بتاخديه في العربي، احنا عندنا برضه في الانجليش المضارع يعني حاجه بتحصل دلوقتي، بتحصل دلوقتي، لكن الباست حصل في من شويه، حصل الصبح، حصل امبارح، المهم اللي هو عدى عليه فتره زمنيه، عدى عليه فتره زمنيه، يعني مش بيحصل دلوقتي. البريزنت اللي هو بيحصل دلوقتي، اوكي، لكن الباست بيحصل، الباست سيمبل او زمن الباست سيمبل اللي احنا بنحكي عنه اللي هو ممكن يكون الكلمات الداله بتاعته زي اجو، زي وانس، اجو يعني منذ، وزي وانس اللي هي ذات مره، وبيفور من قبل، ويستر داي، ولاست، وان ذس مورنينج، دي كلها زي ما احنا شايفين ان ذس مورنينج في هذا الصباح، دي بتدل على الماضي. كلمه لاست يعني السابق، بقول لاست ويك، لاست يير، لاست نايت، يعني الليله اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، لاست ساندي، يعني كلمه السابق بتدل اللي هو حصل في الماضي، حصل قبل كده. لو قلت مثلا تو اورز اجو، دايما كلمه اجو بيجي الوقت قبلها، الوقت المحدد، يعني من كام ساعه، من كام دقيقه. فور اكزامبل ممكن من 20 دقيقه حد يقول لي ده موضوع في المضارع. لا مش في المضارع، هو حصل خلاص، من احنا بدانا الحلقه بتاعتنا من 20 دقيقه، اوكي، لكن هي لسه مستمره، تمام. لكن لو انت مثلا رحت المدرسه وجيت من 20 دقيقه خلاص انتهى، يبقى ده 20 minutes ago، an hour ago، دي اسمها منذ. مثلا قلت يسترداي، يسترداي امس، امبارح، اوكي، دي كلها بتدل على الباست سيمبل اللي هو اخره اي دي او دي او اي اي دي زي ما قلنا. فور اكزامبل لو قلت لك اي ايت ساندويتش، انا اكلت ساندويتش، ساندويتش عادي، ان اور اجو، منذ ساعه، اوكي. اي بلايد فوتبول يسترداي، انا لعبت كوره امبارح، ده بيدل كله على الباست اخره اي دي. لكن لو انا جيت في فارق اي ريجولر، يعني غير منتظم، اوكي، لو قلت I had ده اسمه have، have او has بتتغير ل had. I had a sandwich an hour ago، برضو منذ ساعة، اوكي. I مثلا I visited my grandpa last week، انا زرت جده الاسبوع اللي فات، ده كله اسمه ايه؟ past simple. لكن ال present في انواع للpresent كتيرة، في present simple، مضارع البسيط، في continuous، في perfect. فانا هدي لك البريزنت. البريزنت ببساطه، البريزنت سيمبل اللي هو عليك السنه دي، اللي هو المضارع البسيط. المضارع البسيط يعني ما بحطش للفيرب حاجه، حاجه بتحصل لو بتحصل دلوقتي اسمه بنسميه بريزنت كونتينوس. لكن انا بتكلم على البسيط، البسيط اسمه بسيط، شكله بيكون عامل ازاي، الفعل ما بحطلوش اي حاجه. قلت ما اقولش اي بلاي، اي بلايد، نقول اي بلاي مع اي وذي وي ويو، ما بحطش حاجه للفعل خالص، تمام. نقول اي بلاي، ذي بلاي، وي بلاي، يو بلاي، ما حطتش اي حاجه للفيرب. مع كل الفيربات كده، كل الفيربس كده، ما احط مع اي وذي وي ويو او اي حاجه جامعة. قلت ماي فريندز يا سعاد، قلت سعاد اند هبه، دول اتنين، نقول بلاي برضو، يبقى مع الجامعة او اي او ذي او وي او يو ما احطش حاجه للفيرب. لكن مع هي او شي او ات نحط اس اي اس اي اي اس، S E S I E S. تاني، لو انا قلت سعاد اند هبه بلاي فوتبول، كده انا ما حطيتش حاجه للفيرب. لكن لو انا قلت سعاد لوحدها يبقى سعاد بلايز فوتبول، حطيت للفيرب ايه؟ S. طيب لو انا جيت قلت مثلا سعاد، نفس سعاد بتتفرج على التلفزيون، طب فيرب يشاهد ده اسمه واتش. لو الفيرب انتهى بالH، بالCH او SH او SS او الO،
او الاكس انا بضيف اي اس مع هي وشي وات. يعني ايه اللي انت بتقولي لي ده؟ انت بتبصي للفيرب في نهايته، زي فيرب واتش. بتكلم على سعاد برضو، سعاد دلوقتي بتتفرج على الحلقه بتاعتنا، يبقى سعاد واتش، واتش اخره سعاد، دي مفرد اهي، مع هي او شي وات او اي حاجه مفرد، سعاد واتش، واتش دي اخرها سي اتش. طب يبقى اعمل ايه؟ اضيف اي اس، يبقى سعاد واتشز اور ايبيسودز. ايبيسود يعني بتشاهد الايه؟ الحلقه بتاعتنا. مع اللي يبقى لو الفيرب بتاعها بالاو او الاكس او الاي اس او الاس، قصدي الفيرب بتاع بالاو زي جو، او او دبل اس زي كروس، او السي اتش زي واتش، او ايه، او الاس اتش زي واش، او الاكس زي ماكس. اي فيرب بينتهي بالحاجات دي انا بضيف اي اس مع هي وشي وات. نرجع نكمل اللي هو الحلقه بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم على الادفيرب. ايه الادفيرب ده؟ بيحكي، بيصف الايه؟ بيصف اللي هو الفعل. يعني ايه؟ انا دلوقتي قلت مثلا مها بتلعب، بتعزف على الجيتار كويس. طب اقولها ازاي؟ انا ما بوصفش مها، انا بوصف الايه؟ العزف بتاعها، هي بتلعب على الجيتار كويس جدا او بسرعه. طب اقولها ازاي؟ نقول مها بلايز ذا جيتار ويل. جود بتبقى ويل، الوحيده اسمها ايه؟ ريجولر او فاست، بتبقى ايه؟ ريجولر شكلها بيتغير. جود بتبقى ويل، او فاست بتبقى فاست، اوكي. لكن الباقي انا بحط له ال واي، زي باد بادلي، زي سلو سلولي، بجيب الصفه واحط لها ال واي، اوكي. طيب انا عايزه اقول بسرعه، بتعزف بسرعه، برضو مها بلايز ذا جيتار بسرعه فاست. دي فاست دي قلنا ايه؟ ريجولر. لكن كلمه كويك تبقى كويكلي، انا بصف الفعل بتاعها. طب انا عايزه اقول الترتل، الترتل عارفين اللي هي الترتل اللي هي سلحفه بتمشي ببطء جدا، يعني نقول ذا ترتل ووكس سلولي. انا ما بوصفش الترتل دلوقتي، لو انا بتكلم على الترتل لوحدها اللي هي بطيئه هنقول ذا ترتل از سلو، كده تبقى صفه، اوكي. ذا ترتل از ا سلو انيمال، كده بقت صفه adjective. لكن لو انا عايزه اخليها بصف الفعل اللي هي بتعمله يبقى احط ال اي، انا بصف كده المشي بتاعها، يبقى ذا ترتل ووكس سلولي، حطيت لها ال واي. ودايما الادفيرب يا ميس بيجي في اخر الايه؟ في اخر الجمله. ما شفناش احنا دلوقتي انا بقول ايه؟ ووكس سلولي، بلايس ويل، او بلايس كويكلي، دي اسمها الادفيرب. ببساطه خالص اسمه الادفيرب ايه الحال. ودايما بتيجي اللي هو بخصوص اللي احنا الميوزيكال انسترومنتس اللي هي الادوات الموسيقيه، الادوات الموسيقيه بتيجي بعد فيرب بلاي، او بتيجي بعد فيرب هيت، او فيرب بلو، اوكي. نقول مثلا ذا كورس، كورس اللي هو الكورال، مالهم؟ سينج، سينج ايه؟ ويل، سينج ويل يعني بيغنوا كويس جدا. ذا سولويست بلايز، بلايز ايه؟ لاودلي، لاودلي، او بلايز مثلا ذا فايولين لاودلي. مثلا لو قلت مثلا ذا بلاير، او قلت مثلا منى، منى هيت، او هيت هيتس يعني بتضرب على الدرامز، لاودلي، لاودلي يعني بصوت عالي. نشوف الشكل الحقيقي اللي عامل ازاي. باد زي ما احنا شايفين، باد دي صفه، باد دي تبقى صفه، صفه ادجكتيف عادي، نقول صفه هي از ا باد بوي، هي از باد. لكن انا عايزه نقول هو بيتصرف او بيتكلم بطريقه بادلي، سبيكس بادلي، بادلي انا كده بصف الايه؟ بصف الفيرب، يبقى حطيت له ال واي. كوايت، كوايت تبقى كوايتلي، لاود لاودلي زي ما انتم شايفين اللي هي اسمها ادجكتيف، ديت دي الصفه، اوكي، بتيجي بعد فيرب تو بي او قبل الوصف الفعل، اوكي، او قبل وصف الشخص او وصف الشيء، تمام. لكن بادلي بتيجي بعد الفعل على طول، بعد الفعل اللي هو اللي احنا بنتكلمنا عنه، الباست سمبل والبريزنت والكلام ده، اذا بعد بلاي، بعد ايد، بعد بعد ووك، دي اسمها الادفيرب، اوكي. ندخل بعد كده نشوف كويك، كويك يعني سريع، تبقى كويكلي. لكن فاست بتبقى زي ما هي فاست يا اولاد، اسمها ايه؟ ريجولر، ما اسمهاش فاستلي، اسمها فاست. كويك، كويك يعني سريع، تبقى كويكلي بسرعه. سلو، سلو بطيء، تبقى سلولي، سلو سلولي. هابي، هابي هنا اخرها واي، دايما كده انا لسه قايله من شويه الفيرب لو انتهى بالواي انا بشيل الواي احط اي اي دي. هنا برضو في الصفه لو الصفه انتهت بالواي وقبلها حرف ساكن زي البي ده، انا بعمل ايه؟ بشيل الواي واضيف واحولها الاي واحط ال واي، تبقى هابي هابلي، انجري انجرلي، اوكي، ساد سادلي، ساد كده مش اخرها واي، يبقى لو اخرها واي وقبلها حرف ساكن انا بشيل الواي واحولها الاي واحط ال واي، اوكي. زي قلت مثلا عادل بلايز ذا جيتار هابلي، بيلعب الجيتار بايه؟ بسعاده. ساد، ساد يعني حزين، تبقى سادلي. جود دي الريجولر بقى، جود بتبقى ويل، ما فيش حاجه اسمها جودلي، جود تبقى ايه؟ ويل، تتغير لويل.
نيجي بقى على انا اما اجي اسك ا كويستشن، انا بسال دلوقتي اما قلنا على مثلا اي اني وان بيلعب ازاي او بيعزف ازاي، فانا هسال بسؤال بهاو. احنا دلوقتي السؤال ان شاء الله بهاو، ان شاء الله we are going to complete it next Tuesday، ان شاء الله هنكمله الاسبوع الجاي. اتمنى لو تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعتنا، واتمنى لو هو سؤال تكون عرفنا نفهمه لها كويس. ان شاء الله follow us next Tuesday from 3 to half past 3. Thank you and goodbye.